في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب وعدتكم في برنامج مسافر مع القرآن اثنين أني أعطيكم أغلب الأسباب بإذن الله لتعينكم على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. هذا السبب بالنسبة لي مهم جداً أني أبين لكم أن بهذا السبب بإذن الله تستطيعون أن تستشعروا كلام الله سبحانه وتعالى وتخشعون معه، فهو أصل التدبر. إذا فتح أحدكم كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن يجب عليه أن يحسن صوته وأن يرتل القرآن حق الترتيل، فهذا سبب مهم يجعلك تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف أن بعضكم الآن يقول إنزين أنا ما عندي صوت جميل، شلون أرتل كلام الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة، كلمة الترتيل والتلاوة الحقيقية ما لها علاقة بشخص صوته جميل أو شخص صوته غير جميل. التلاوة عامة لجميع الناس، لأن كلام الله سبحانه وتعالى يختلف عن جميع الكتب وجميع الكلمات. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أمر مهم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. لما قال زينوا يعني كل الناس، كل المسلمين الذين يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى يجب عليهم أن يزينوا أصواتهم بالقرآن. والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول يتلونه حق تلاوته. فتحنا تفسير ابن كثير قال كلام جميل، أنك إذا تريد أن تتلو كلام الله سبحانه وتعالى حق التلاوة، شوف المعنى، أن تحضر القلب كله عند تلاوتك للقرآن، ثم تضبط الألفاظ، ثم تتأمل المعاني. هذه هي التلاوة الحقيقية لكلام الله سبحانه وتعالى. أنا بضرب لك مثال، واحد صوته جميل في القرآن يرتل مثلا الآيات في سورة الانفطار، يقول مثلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. واحد يقول أنا أبي أرتل القرآن، أبي أتلو كلام الله سبحانه وتعالى حق التلاوة، ما عندك صوت جميل، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. تقف عند كل معاني القرآن، مو شرط صوت جميل. أنا بعض المرات أجلس في المسجد ألاحظ بعض الناس يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وكأنه يقرأ جريدة أو أي كتاب آخر. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتل هذا القرآن، قال ورتل القرآن ترتيلا، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنصيحة من القلب، إذا أردت أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى اقرأ القرآن بصوت حسن واتل كلام الله سبحانه وتعالى حق التلاوة.
أحد القراء المتميزين في السنغال وصاحب صوت جميل وشجي، يعمل مفتشاً في دار الأرقم القرآنية ويختبر جميع الطلبة الذين حفظوا القرآن في دار الأرقم حتى يجيزهم. أنا ترعرعت مع القرآن منذ وأنا صغير، منذ وأنا مميز ما عرفت إلا قراءة القرآن والعلوم الإسلامية. والسبب العائلة القرآنية. أيوة أيوة ما شاء الله الحمد لله. الأب كان يحفظ القرآن؟ الأب والجد إحنا عائلة قرآنية. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله حفظت القرآن والعلوم الإسلامية وأنا صغير. أخي الكبير الذي كان يعمل كمستشار في سفارة السنغال في مصر، نعم، هو سافر معي إلى مصر. نعم هذا كان في سنة 82. نعم أيوة سافرت إلى مصر. أيوة بعد أن تخرجت من الثانوية طبعا، دخلت في معهد البعوث الإسلامية. نعم وبعد كده دخلت في كلية في كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية في الأزهر، في الأزهر الشريف. نعم وحصلت على لسان الشريعة الإسلامية. نعم وفي نفس الوقت كنت أدرس في معهد القراءات الذي في خازن دارة في الشبرة. وأخذت شيخنا القراءات العشر كاملة. أيوة أخذت أيوة الإجازة في القراءات أيوة العشر. أيوة ما شاء الله. أيوة أنت حفظت ثم درست في الأزهر شيخ مصطفى ثم أتيت إلى السنغال. أيوة الآن ما شاء الله أنا أعلم أن حياتك كلها قرآنية. أيوة الحمد لله بفضل الله. هل أنت تعمل في مجال القرآن؟ أنا أعمل في معهد دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. هذا عملك؟ أيوة هذا عملي. أنا حتى أنا سجلت القرآن المصحف ككل في الإذاعة والتلفزيون بتاع السنغال. نعم. وسجلت أيضا يعني أحكام تلاوة القرآن الكريم من تأليف الشيخ الحصري. نعم. يعني ابنه سيد الحصري هو أهداني هذا الكتاب. نعم. وسجلته باللغة المحلية. نعم. يعني ما شاء الله. لأن في بعض الناس يعني كبار ليس عندهم أوقات لتعلم اللغة العربية. نعم. ليفهموا كيف لأن قراءة القرآن الكريم لها طريقة. نعم. ليس كلام بشر. نعم. بالتجويد. نعم. بالتجويد. لأجل ذلك حق التلاوة. أيوة أيوة. نعم. لأجل ذلك فسرت هذا الكتاب مع المصحف الشريف. نعم. لأن إذا جاء واحد وما عنده دراية في علم التجويد يعني أول يسمع بالشريط. نعم. أقول له كيف مخارج الحرف أول. في اللغة السنغالية. في اللغة السنغالية. نعم ما شاء الله. أقول له ما هي الإظهار وما هي الإخفاء والإدغام والمدود وصفات الحروف. مجهود كبير. أيوة. وعظيم ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بارك الله فيك شيخنا على هذه القراءة المتقنة الجميلة. ما شاء الله الله يبارك فيك على صوتك هذا الجميل. جزاكم الله خير. ذكرتنا بالشيخ الحصري. الحمد لله هو معلمنا ومعلم معلمنا. ما شاء الله يبارك فيكم شيخنا. ننتقل إلى 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 الحديقة الجميلة التي رأيتها أول ما دخلت المنزل. ما شاء الله. تفضل يا شيخ. قلنا نكمل الحديث فيها. البيت بيتكم أنتم ضيوف الرحمن يعني ضيوف القرآن. البيت بيتكم. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله ويطوف في كل الدروب نورا تجلى في سنا. قرآننا نور مبين للعابدين
درب سعادتي كل حين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ما شاء الله. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ما شاء الله. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ما شاء الله. ويقولون حجرا محجورا. ما شاء الله. الشيخ مصطفى عندهم حياتهم وعائلتهم كلها قرآنية. الحمد لله. الحمد لله. سألت الشيخ قلت له أنت وين تصلي التراويح والقيام؟ قال أنا أصلي دائما مع مع العائلة. العائلة تأتي إلى دكار وتصلون مع بعض في رمضان. حدثنا ما شاء الله الفجر تقرؤون القرآن مع بعض وتصلون التراويح والقيام مع العائلة. أيوة صح. حتى في رمضان بنقوم بالتراويح ونقوم بالصلاة التهجد. نعم. وبعد كل صلاة هذا في رمضان وفي غير رمضان يعني في مدارسين كل ما صلينا الفجر نذهب إلى دار الوالد ونجمع مع بعض ونقرأ ما تيسر من القرآن الكريم في كل يوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ. الوالد كان يقول لي بأنك يجب أن تهتم بالقرآن الكريم ويجب أن تعرف بأن كلام الإله إله الكلام. الله الله يعني كلام بليغ يعني. الله أكبر. كلام والله كلام بليغ يعني. شوف وهو هذا كلامنا اليوم في برنامج مسافر مع القرآن. نتكلم عن التدبر وتكلمنا عن آداب تلاوة القرآن وآداب التدبر. يقول الشيخ إذا كان والده يقرأ القرآن لا ينشغل بأي شيء أي شيء لو أي أحد كلمه لا يرد عليه. شيخنا أنت لفت انتباهي على أمر مهم جدا أن الشيخ هو مفتش لدار الأرقم لأبي الأرقم لحفظة القرآن ولكنه اختار واحدا من هؤلاء الطلبة المتميزون كي يحفظ أبناء العائلة. هذه لفتة جميلة جدا يجب أن ننتبه إليها. يجب أن يكون شخصا من العائلة يهتم بأولاد العائلة يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو شيخ واحد يكون يومين في الأسبوع يستمع في بيت من بيوت العائلة بيتا واحدا فيستمعون الأولاد والبنات ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا والله أمر مهم جدا. نتمشى مع الشيخ الحاج مالك وهو محفظ هذه العائلة الذي كلمتني عنه. ما شاء الله يحفظ الأولاد والبنات في هذه العائلة. ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. لفتة جميلة أن يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى وتختاره ثم يقوم يحفظ أبنائك وبناتك وأبناء الأسرة كتاب الله سبحانه وتعالى. والله لفتة جميلة لاحظت في هذا المنزل. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود. أنا الآن في السنغال في العاصمة دكار وصلت إلى المجمع الإسلامي مجمع الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أمير القلوب. وصلت مساهمته في خدمة القرآن والتعليم إلى غرب أفريقيا. كم أنا سعيد بهذا المكان. السلام عليكم.
كيف حالكم؟ الحمد لله. ان شاء الله عساكم بخير شيخ احمد. شيخنا ما شاء الله كم طالب في هذه المدرسه؟ الحين يدرس في هذه المؤسسه حوالي 400 طالب وطالبه. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. ايوه. 400 طالب وطالب ويحفظون أيوة. القران من خلال معظمهم حفظوا القران الكريم. نعم. ولكن لا كلهم ولكن اغلبيتهم يحفظون القران الكريم. نعم. طيب هل شرطا ان يكون شرط دخول هذه المدرسه ان يكون حافظا للكتاب لا تحفظونه ثم يدخل هذه المدرسه؟ اولا لازم يحفظون القران الكريم بكامله. نعم. ثم ثانيا من هنا يبداون الالتحاق بالمدرسه. نعم. ماذا يدرسون في هذه المدرسه؟ جميع المواد اللغه العربيه، الفقه المواد الشرعيه والادبيه. نعم. والعلميه. نعم. 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 جميع المواد الادبيه والعلميه والاسلاميه يدرسون هنا. يدرسون في هذه المدرسه. ايوه. نعم. ما شاء الله. هؤلاء حفظوا القرآن الكريم. ما شاء الله. في المؤسسة. السلام عليكم ورحمة الله. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ طيب إن شاء الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اليوم في هذه الرحلة، رحلة مسافر مع القرآن اثنين، كان من أجمل وأسعد الأيام على قلبي حقيقة عندما أزور هذا المجمع الإسلامي الذي هو باسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى. هؤلاء فعلا هم أهل الكويت، أهل بذل، أهل عطاء، أهل صدقات، أهل خير. كل ما سافرت مكان وجدت صدقاتكم، وجدت فعل الخير، وجدت مساعدتكم وكفالتكم لحفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون كل حافظاً دعمتموه وكفلتموه حفظ القرآن أن يكون في موازين أعمالكم. حفظت الكويت بأعمالكم وخيركم وصدقاتكم ونفقاتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغير علينا هذا العطاء، وأن يكون هذا المجمع الإسلامي وهذا الريع وهذه المساهمة من الشيخ جابر رحمه الله تكون له نوراً له في قبره، ويرتقي في أعلى مراتب الجنة وفي الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. فعلاً كان يوم جميل ويوم سعيد بالنسبة لي. بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى، يوم تجلى بالهدى قرآننا
اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به. تكلمنا عن سبب مهم من الأسباب التي تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وهو التغني بالقرآن وترتيل القرآن وتلاوة القرآن حق التلاوة. والآن نتكلم عن تحسين الصوت، والصوت الجميل مع كلام الله سبحانه وتعالى فعلا يعينك على التدبر. إذا كان صوتك جميلا وتقرأ القرآن فأنت أهل للتدبر، وإذا سمعت القرآن من شخص صوته جميل فأنت تتدبر مع هذا الصوت الجميل. وهذا أيضا حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي نزل عليه هذا القرآن كان يقرأ القرآن بصوت جميل عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجع الآيات، إذا قرأ آية يكررها أكثر من مرة ويتدبرها بصوته الجميل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمد الآيات مدا، وهو عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، في يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسورة التين والزيتون في صلاة العشاء، وكان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوت جميل. فيقول البراء رضي الله عنه وأرضاه، لم أسمع بحياتي صوتا أجمل من هذا الصوت، وهو صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمل صوته بالقرآن عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان صوته جميل، رآه فقال له: لو علمت أنني يا موسى، يقول موسى أبي موسى الأشعري، يقول: لو علمت أنني كنت أسمعك وأنت ترتل كلام الله سبحانه وتعالى وتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه، فيقول له: والله لو كنت أعلم أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا. الله. فتحسين الصوت وسماعك لأهل القرآن من أصحاب الأصوات الجميلة هو السبب الرئيسي بإذن الله تعالى في تدبرك لكلام الله سبحانه وتعالى. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. مع القرآن يحلو السير سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتأثير فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.